الدولة العربية الوحيدة اللي قدرت تدمر إسرائيل، حتى لما فاتوا عليها قدروا إنهم يدمروا نصها. مين هي الدولة اللي قدرت تدمر إسرائيل؟ بدكم تعرفوا مين؟ رح نقلكم، بس قبل ما نقلكم اكبسوا مرتين على الشاشة، رجعوا اكبسوا على هيدا السهم يلي موجود هون 3 مرات. وجاهزين هلأ؟ بدنا إياكم أنتوا تكتبولنا مين هي هالدولة. اكتبولنا يلا.